وجدت وما طلبت فذاك حظ لما كل الأنام بآمدينا وجدت وما طلبت فذاك حظ لما كل الأنام بآمدينا فالاستشهاد شيمتكم وربي من الجدين للمتأخرين سمي كذا كذاك الغادر قدما على أيدي البغاة الظالمين فتاب نازلا تلوا بتلو على بيت النبوة طاهرين فهذا الفار ذاك الأصل طبقا على رغم الكثير من المئين أأنتم فدية للدين شيخي يمر على دمائكم سنينا فواعجبا على قوم تردوا رداء الدين فئلة كافرين فلا الإجاب مجتمع بسلب أفيقوا أيها المتناقضون سموت إلى الحقيقة مستجيرا حماه الله بار العالمين أمامك جادك المختار ماهي مديقا للبنات وللبنين بترهيب الملائك إثر إذن من الرحمن سفوا واقفين هنالك إن لجنات الأليا من على مرأى وجوه الصالحين هنالك إن لجنات الأليا على مرأى وجوه الصالحين فكلهم على حد سواء مقولتهم سلام آمنين خطاك على رديف وباتزان إلى الزهراء أم الأكرمين بجنبيها الحسين كذاك حسن مع التجان تاج العارفين زيادتك التي توطى علي لرؤية وجه رب العالمين فهل أمل وراء هذا يرجى فهذا لب غاية محسنين وخلفك ابن أحمد في الدنيا حماه الله كيد الماكرين يواسي بالموائد كل يوم لأصحاب الأسى متهيرين أدام الله رؤيته طويلا وقر به عيون المؤمنين ومتأه بصحة كل أدو من الجسم الكريم ليلتقينا فذكرنا بجدك حين يعفو أن الطلقاء كانوا معتدينا فلا غرو لأن الأمس يوم إن الأشباه غير موحدين صلاة الله يتلوها سلام على الهادي إمام المرسلين
صلاة الله يتلوها سلام على الهادي إمام المرسلين صلاة الله يتلوها سلام على الهادي إمام المرسلين وآل المصطفى صلى عليهم وهم في ذاك أعلى المنشئين وآل المصطفى صلى عليهم وهم في ذاك أعلى المنشئين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم